لا لا كده عدى تلت النهار ولسه ما ظهروش. انتوا بيه في البازار شوفيه فين؟ كلمته اكتر من مره ما حدش بيرد عليا. يمكن المدهور اللي اسمه رمزي كسر البضاعه فعادل راح يجيب غيرها. نيفر ايفر. عادل مش كده خالص. عادل رومانسي ما بتحموش الماده على الاطلاق. يمكن عند مراته التانية يا ماما. هاو دير يو سي ساتش ثينج. ازاي تقولي حاجه زي كده؟ هتتقطع لسانتك يا رب. اولا انا لا يمكن تكون لبنتي الضره. ها انا بنتي الزوجه الاولانيه والاخرانيه. يا جماعه انا قلبي متوغوش وانا قلبي لما يتوغوش يبقى ابني في خطر. شوفي يا حماتي اخشى ما اخشاه ان يكون حصل له حادث اليم عصيب جريمه او ربما تكون او ربما ما يكون قاعد مع اصحابه بيشيش او مع صاحباته بيشيش ومش معبرك. استر يا رب استر. طب هنفضل كده قعدانين مش بنعمل اي حاجه؟ ما ننزل ندور عليه. يعني نعمل ايه؟ نحطه على النت ونحط جوجل ونحط عادل ونعمل سيرش؟ لا انا هنزل ادور على عادل. هندور عليه في الحارات وفي الشوارع وفي النجوع. يا جماعه عادل ضاع في شارع السكوت. كويس قوي. انزلوا كده كلكم برابطه المعلم الزو دوروا على عادل وسيبوا لي البيت بقى استجم واقعد فيه براحتي. ولما تلاقوه موبايلات. يا سلوم. وانت فاكره ان احنا هننزل مش هنرجع تاني؟ نو يا حبيبتي نو. احنا هننزل وهيرجع معانا عادل وهنجيب واحنا منتصرين. ليه بتدوري على عادل نصر الدين؟ يا شيخه انت قلبك حجر ولا ايه؟ ده اخوكي اخوكي. ما يا ماما انت مخكوا تعبان قوي. واحد غاب 3 4 ساعات، ايه اللي حصل في الدنيا؟ تلاقيه بيعمل حاجه وراجع. بس حرام عليكم. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. الوقت وداعمنا. يلا قوموا شدوا حيلكم قوموا. يلا المره هاتي سكينه من المطبخ وغزي بيها ساعه الحائط. لا انا هغز بيها عنيناتك. يا اختي يا اختي سيبي منها. تعالي نروح نغير هدومنا. يلا يلا امشي. واثناء ما احنا بنلعب بيل قامت بقى في بليه قامت اتشقلبت كده هون ووقعت بقى في الترعه. ها يا حسن يا شحاته يا معلم خلي الشبكه بتاعتي تتكلم. البس يا نجم. والسؤال دلوقتي اعزائي المشاهدين، البليه كانت بتعرف تعوم ولا لا؟ اكيد طبعا كانت بتعرف تعوم، يعني بدليل ان البلي كله بيعوم. بس دي كسفت حضرتك لانها مش عايزه تلبس المايوه. زي ما تقول يا حبيبي كده قلبي بالظبط. انا بقى قمت مقطع الجلابيه بتاعت الرجاله شعن وراجل. قمت مقطع الجلابيه كده وقمت ناطط في الترعه ورا البلي علشان انقذها. وانت شهم طبعا انقذتها وعرضت عليها الجواز بعد ما حبيتها واشترطت عليها ما تلعبش مع بقيه البلي في الشارع، صح؟ لو سمحت لو سمحت يا دولا بص ما تقطعنيش كل شويه وانا بتكلم مع اصحابي حبايبي وبفتح قلبي ليهم. انت مش بتفتح قلبك، انت بتفتح درج البلي يا ابني. سيبه لو سمحت ابو الكباتن. سيبه سيب القائد يتكلم. قول قول يا حسن يا شحاته يا معلم. انا اسف جدا. اتفضل يا استاذ يا معلم يا قائد. يا نهار ابيض انا اصلي من المعارضه يعني بقى. انا رمزي مش قادر عليه. يا رب تبعت لي منه شويه اجزاء. وفجاه كل البهايم بقى والحمير قاموا معترضين. ايوان اعترضوا زيكم كده بالظبط. قال ايه؟ علشان احنا بنعمل دوشه واحنا بنلعب كوره. ما ممكن برضو الكره تيجي في الازاز بتاع الزريبه يعني تكسره. وبالطبع انا بقى ما سكتش بقى ولا ازاز ولا بتاع. بس برضو هما بقى رخموا بقى وقعدوا يرش علينا ميه وقاموا شايلين طوب العارضه بتاعه الاجوان. اجوان ارقص يا حضري. اجري يا حضري. ركض خطه يا حضري. ارقص يا حضري. يعني بعد اذنكم يا عاقلين، يعني بعد اذنكم ما دام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله، الاستاذ عصام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديده والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير، ايه رايكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كوره؟ لو كسبنا نطفي النور وننام. اتفقنا؟ ماشي يا دولا. بس في يعني افرض ان شاء الله ان شاء الله خسرنا. لو خسرنا مش هيبقى لنا نفس نحتفل فهنطفي النور وهننام برضو. ماشي يا دولا ماشي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لو ما جيتيش جون هرجعك سوق العبور، فاهمه؟ وده هشوطها على السكين ولا ايه دي؟ عادي يا دولا عادي. هنخلي الجون بتاعها على شكل تلاجة. صح. ونخلي العيال اللي واقفين ورا الجون اول ما شوط يلموا هم البذر بقى. صح يا دولا. بقول لك ايه يا دولا، ايه رايك ما نستنى شويه كده هون يمكن البطيخه تسقع وبعدين بقى علشان الماتش يبقى ليه طعم. يا ده احنا لسه هنستنى على ما البطيخه تسقع. احنا عايزين نلعب رياضه ونحل بالمره. يلا ماشي يا دولا. خلاص يبقى تدوني وقت اسيح لكم حته الحديده دي وابني لكم بيها عرضه. انت الحديده دي محيراك من الاول، انت مش لسه باني بيها عمارتين؟ شكلك كده بتغش في المونه.
لا اوعى يا ابو حديده، اوعى تغش في المونه بتاعه الجوان بعد كده علشان الحاضر ما يقعش عليه المعارضه. حاضر حاضر يا قائد حاضر. يا سلام على حنيه قلبك يا معلم. خايف انت؟ اوعى الحاضر يا ده رمز. لا يا دول انا خايف على البطيخه، لحسن العارضه تقع عليها تتكسر، ما نعرفش نلعب كوره. ياد كده كده هنلعب كوره يالا، عارف ليه؟ ليه يا دول؟ عشان كل اللي هنا دول مجانين. والحديد ولا عندك اتنين شاي مع قهوه زياده وحلبة حصى. يا ابني يا ابني تعالى، احنا بندور على واحد اسمه عادل. عادل سعيد، مصري اصيل. اه عادل سعيد يا مثبت العقل في الراس والورقه في الكراس. يا ابني في ايه؟ انا امه في ايه؟ خرج منها لابس القميص. يا سلام، طب ما هو طبيعي انه يبقى لابس القميص لان انا اللي كويه الصبح قبل ما ينزل. اه يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلماه. يا ابني انا اللي غسله له القميص والله. ويهون عليك ضناكي. يوه انا بقى ابقى حماته، انا اللي حاطه له زرارات في اللياقاتوس بتاعته. اه يبقى انتوا بقى منمرين من يوم ما اشتريتوا له القميص في فتره الاوكازيون. لا لا لا، الحقيقه مش احنا اللي مشترينه القميص بصراحه، سناء اخته هي اللي دفعت ثمنه واشترته له. اخته؟ يا جماعه ده عيلة لحم ودم، ولا مغزه المنوكير ما يطلعش من الدوفر. عموما يعني هو موجود، الله محفظنا رب واحفظ حالمنا، في مستشفى المورستان التخصصي. ايه بتقول ايه؟ مستشفى جننتوه؟ احنا اللي جننا. ايوه قلت له هات 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 لما ربطوا له هات هات. انتوا اللي ورثه ورثه ايه؟ يلا روح نشوف. يلا أعزائي المشاهدين، باقي من الزمن 8 ساعات متواصلة وما زالت ضربات الجزاء التشجيعية هي سيدة الموقف. ها جاهز؟ جاهز يا دولة. يلا حاضري، عايزك تصدها بقك. يلا دولة، أنا خايف أشوطها تطلع قرعة. ياض البيلينج ده على السكين ياض، أنت بس سمي وإن شاء الله تبقى حمرة يا رمزي. يا رب يا رب سهلالي زي ما سهلتها لسعيد عبد الغني في ماتش هولندا والبرازيل. يا رب ماتش هولندا والبرازيل، ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها؟ كانت هي الجمهور شوط بقى. نفسي هز الشبكه بقى، نفسي هز الشبكه بقى. شبكه وبطيخ، نفسك في حاجه تانية قبل ما تشوط؟ ماشي يا دوله ماشي. شوط هشوط اهو، شوط اهو، هشوط اهو، شوط هشوط اهو، هشوط اهو، هشوط. يلا ما تشوط يلا وخلصت، ما تجننيش. ماشي يا دوله هشوط اهو، هشوط اهو. فاول فاول على السرير، اطردوا لي السرير ده، السرير ده طلعوا لي بره، طلعوا لي بره. حلو عدها له بقى المره دي بقى يا دوله بقى، ده مهما كان برضو سرير محترف. لا معلش، السرير ده مش اول مره يعملها، قبل كده وقع المولل على ال 12 لعيب، طلعوا السرير ده بره. يا دوله بقى هات لي بقى، هات لي قاوت ولا جورنال ولا اي حاجه. جورنال؟ ما انا لسه مديك اوف سايد من شويه. يالا هجيب لك منين؟ هجيب لك منين؟ طب بص يا دوله، اديني حتى بلينتين. بلينتي ايه اللي اديهولك يالا؟ ما انا كنت جايب معايا شويه بلينتيات بس عشان الماتش طول، البلينتيات اللي عندي خلصت. عامل ايه ده؟ بص حتى الصفاره شحنها خلص يالا. اه يا دول اتريني عمال تصفرني وانا مش سامع يا دول خالص. طب بقول لك ايه، ما تستلف من الهاينز مان. الهاينز مان هاخد منه ولا ايه؟ ولا ايه يعني؟ ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابه. ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العلم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشره عشان النهائي بكره يالا. ايه ده، هو بكره جه يا دول؟ امال ايه، جه امبارح يالا. جاهزين الحديد ولا